460 ألف مقاول وهمي في السوق السعودية. ومعنا للتعليق على هذا العنوان المهندس فهد النصبان، عضو لجنة المقاولين في غرفة الرياض. حياك الله مهندس، أمسيك بالخير. حياك الله، مساك الله بالنور. مهندس فهد، يعني برأيك وأنت يعني قريب من هذا المجال بشكل كبير جدا، هل فعلا رقم 460 ألف مقاول وهمي، ألف احنا نتكلم ليس 460، هل هو فعلا رقم منطقي، رقم حقيقي؟ سوقنا السعودي يعاني من وجود 460 ألف مقاول وهمي؟ والله هي إذا أردت يعني المعنى الصحيح لها، هي ليس مقاول وهمي. طبعا الرصد العددي لها كان رصد دقيق جدا، لأنه مأخوذ من بيانات وزارة التجارة، يعني قامت بالإحصائية هذه الهيئة السعودية للمقاولين، فلا يوجد يعني حقيقة شك في مثلا وجود خطأ في هذا الرقم. الرقم تقريبا يكاد يكون صحيح بنسبة 100%، لكن الإشكالية هي ليست يعني في معنى أو في لفظ وهمي. كما تعرف احنا خلال 40 سنة الماضية، كل من يريد أن يفتح نشاط يضيف لك كلمة المقاولات، التجارة والمقاولات، بنشر والمقاولات، أي شيء مقاولات، بينما هم لا يمارسون هالشيء هذا. والأمر يعني أفضل لهالشيء هذا أنه ما كان هناك حقيقة تنظيم ولا تنسيق في مسألة الحصول على تصاريح أو سجلات تجارية بالمقاولات. فلو كان هناك فعلا جهة أو مرجعية معينة يرجع إليها، لما وجدت كل هالسجلات اللي موجودة لأناس ذكروا من ضمن أنشطتهم المقاولات وهم لا يمارسونها. فعلى سبيل المثال، إذا أرادت صيدلية أن تفتح مثلا صيدلية، لا يمكن يأخذ السجل التجاري إلا لما يأخذ تصريح من وزارة الصحة. محل يتعلق بالسلامة، الأمن والسلامة، لا يمكن يأخذ سجل تجاري إلا لما يأخذ تصريح من الدفاع المدني. صح. بينما المقاولات كل من هب ودب حقيقة يستطيع أن يستخرج، يعني هو في بيته أونلاين يستخرج سجل المقاولات. هذه هي الإشكالية فقط، وليست المسألة مسألة يعني كثير من الوهم موجود فيها، بل إنها هي سوء تنظيم فيها سابقا، وإن شاء الله مع وجود الهيئة إن شاء الله سيتم تنظيم مثل هالأمور إن شاء الله. مهندس فهد، لو بس تسمح لي أسألك سؤال مهم جدا. أنت ذكرت أنه كان في فوضى في السابق وأنه راح تنظم بشكل أفضل وسيصبح السوق يعني السوق أكثر تنظيما. كيف ممكن يصير أكثر تنظيم؟ لأنه أنت ذكرت نقطة مهمة جدا، وحقيقة يعني إحنا كلنا متألمين إذا ذكرناها. أنت ذكرت أنه الآن أصبح الشخص للتجارة والمقاولات بنشر مقاولات، يعني كل الأنشطة موجودة فيها كلمة مقاولات، نكون واقعيين حتى نجدها. يعني حتى أي مواطن أو مقيم وهو يمشي بسيارته ويلتفت يمين أو يسار يجد في لوحات المحلات هذه العبارة موجودة. كيف ممكن ينظم السوق أكثر حتى أنه يعني بكل بساطة يصبح سوق أكثر تنظيم؟ هو طبعا وفقا لتنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، أنه لن يرخص لشركة مقاولات مستقبلا إلا بعد حصولها على التسجيل والترخيص من خلال الهيئة. ومن واجبات الهيئة اللي أنا أرى أنها يعني من خلال ما قدمت للغرفة في استراتيجياتها، إنها حقيقة في طريق جيد وصحيح، من حيث أنها لا يرخص لأحد يريد أن يمارس صناعة المقاولات إلا إذا كان فعلا يستطيع، عنده معرفة فيها، عنده تأهيل علمي، أو يوجد لديه من ضمن موظفينه أو من سيدير المنشأة لديه التأهيل في إدارة يعني منشأة مقاولات، يصنف فيها، يكون عند الملاءة المالية، يكون عند القدرات الفنية، أن لا يتخذ سجله يعني غطاء للتستر. كل هالأمور هذه ستفضي إلى تنظيم أفضل. وفي تفاصيل الاستراتيجية المقترحة لهيئة المقاولين تفصيل أكثر، يعني يجعلنا نستطيع ان احنا نعرف انه ان شاء الله قطاع المقاولات مستقبلا خلال نقول 3 سنوات الجايه ان شاء الله ماضي الى تنظيم غير مسبوق ان شاء الله. مهندس فهد، نشكرك على المعلومات وعلى المشاركه ويعطيك الف عافيه. شكرا جزيلا. الله يسلمك. شكرا.